النبي صلى الله عليه وسلم كون من الرجال كثير، ولم يدخل من النساء إلا أربعة، ولم يذكر من زوجات الأنبياء إلا خديجة صلى الله عليه وسلم. كون من الرجال كثير ولم يدخل من النساء إلا أربعة. اسمع، آسية بنت مزاحم زوجة فرعون، ومريم ابنة عمران، وفاطمة بنت محمد، وخديجة بنت خويلد.